قرنيت بالصوص وبالمكونات اللي جابوه لنا في الصندوق. انا ما نعملش برشا حاجات صعيبه فهمتني، ديما نخلي الطبق عادي، ماكله عاديه، ما نحاولش نعقدها برشا. ممكن هذيك هي الحاجه اللي خلات الجيري معناتها يكون قرقنا ياسر حلوه. كل مره نعملوا دوره نعملوا الحقيقة نلقى روحي كان طيب، معناتها نحس روحي اللي انا خدنا في حاجه بيه، مش على الربح ولا حاجه. اي فرحه كبيره ندى، سيتي با فاسيل، الحمد لله قدرت تطبخ بالحوت، حاولنا نعملوا حاجه باهيه وفقنا ربي والحمد لله. البارح نحلم بالغنجه وقيادي بالاستحقاق يا حبابي، دارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق بالحب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي. الاختتام كان حلو برشا رائع. اليوم لي كونديدا عملوا الدور النهائي، كما تراو انتم اجواء حلوه، ان شاء الله نكونوا توفقنا في الدوره هذه، وان شاء الله في الدوره الجايه تكون احسن واكبر واحسن واحسن واحسن، وان شاء الله الدوره الجايه تكون احلى، خاطر نطمحوا انها تكون مغاربيه المره الجايه او عربيه. الفائز نزار صراحة لفت انتباهنا من الدورة الأولى اللي بدأ فيها، كان الطباق متاعه متميزة جدا. الوليدات اللي تواجدوا وشاركوا هما ما ربحوش، لكن أعطيناهم أمتي كادو اللي البعض منه قال لي شاف فريمو أنا ربحت اليوم، هز كتاب في يده، أول نسخة تخرج، أول كتاب تونسي بيداغوجي، شي يوريك أنه عباد تحب تتعلم، تحب تزيد تواصل، وإن شاء الله ربي يوفقهم، وشي سر برشا وشي يشرف. لما حلوة بالنسبة لنا احنا كوم دي شيف دو كويزين، البعض منه كان في دبي، البعض منه كان في الجزائر، البعض منه كان في فرنسا، البعض منه كان في السعودية، البعض منه كان في بعض الولايات، تلمدنا. أول حاجة رونكونتر أونتخ لي شيف، ديما تقعد هكا اللحمة بيناتنا، وحاجة أخرى زادة كيف كيف حتى المشاركين بيدهم يتقابلوا مع بعضهم ويتعرفوا لبعضهم.